مرحبا متابعيني الكرام، ألف أهلا وسهلا فيكم عبر قناة أنا ويا والنجوم. معكم وداد جابر. وداد جابر تخرج بتوقعات مرعبة جدا وتكشف للمرة الأولى ما سيحدث بعد أيام في لبنان. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. زي ما عودناكم دايما بنقدم لكم جديد التوقعات، بتكون معانا بصفة مستمرة على قناة أنا وهي والنجوم وداد جابر. وداد جابر ليست عرافة، إنما امرأة تعيش حياة طبيعية وتثق بقرينها الروحاني الذي يملي على مسامعها توقعات وأحداث مختلفة معظمها تصيب وتزيد من شهرتها، حتى أصبحت محط اهتمام ومتابعة الكثيرين في لبنان والعالم. ولأن لبنان يعيش حاليا فوق صفيح ملتهب وواقع أليم على الصعيد الاقتصادي والسياسي والصحي والمعيشي وغيره، وقد زودتنا بتوقعات جديدة عن لبنان خلال الأيام القادمة. والحقيقة جاءت توقعاتها مقلقة ومحزنة للغاية. مثل ما كنتم بتعرفوا عن الأحداث اللي صارت بلبنان، وداد جابر صدقت في كتير من توقعاتها، وتوقعاتها أصبحت حقيقة بعد ما قالتها بفترة قليلة. كانت اتوقعت على القناة منذ أيام قبل الأحداث الأخيرة في لبنان إن القاضي بيطار مش هيتنحق ويترك القضية مهما حاولوا يقولوه، وقالت إنه هيستمر في كشف الحقائق. والتوقع هتلاقوه في الفيديوهات المقترحة فوق في الفيديو، ولو عايزين أسيب اللينك تحت الفيديو اكتبولي في التعليقات. أنا بالنسبة للقاضي بيطار مهما حربوه ومهما قاموا على دعاوى ومهما حطوا انه مش منيح، هو ما حيتنحى عن القضية نهائيا، وهو حيكشف الحقيقة وكل الناس حتعرف بالضبط بالأسماء وكيف استنيترات وكيف تفجرت. طبعا سبب حكومة ان اسرائيل دار مطاق، والكل عارفين، اول السياسيين عارفين ان النيترات موجودين، ما بيستثني حدا منهم ولا سياسي نهائيا. وزي ما قالت بالظبط حصل، وشفنا دعوات حركة أمل وحزب الله ضد القاضي بيطار لإقالته وتركوا القضية على خلفية استدعائه لأشخاص تنتمي لحزب الله. واتكلمت عن ارتفاع الدولار وحصل، وسجل الدولار ارتفاع كبير في السوق الموازية جراء التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة. بالنسبة للدولار، الدولار حيوصل لسعر ما حدا حيتوقعه، حيقفز فوق 30 بكتير بسبب مؤامرة على حكومة نجيب ميقاتي. اتكلمت عن عقار وقالت هنشوف مشاكل وقتلة بعقار، وعقار ما هتنتهي مشاكلها الجنوبية، هنشوف حرب الشوارع حيضل مستمر لفترة، وده اللي شفناه والمشاكل اللي حصلت في عقار. وكمان اتكلمت عن جورج قرديحي وسمته بالاسم، وطبعا كلنا عارفين الازمه اللي حصلت بسبب تصريحات جورج قرديحي عن السعوديه. ودلوقتي تعالوا نشوف توقعات وداد جابر وما ينتظر لبنان واللبنانيين في الايام المقبله. اهلا بيكي ست وداد، ايه توقعاتك للبنان الايام الجايه؟ مرحبا متابعيني الكرام، ألف أهلا وسهلا فيكم عبر قناة أنا وهي والنجوم. معكم وداد جابر. طبعا الكل عرفوا الأحداث اللي جارية بلبنان، الأحداث السيئة وشو صار بين لبنان والخليج والسعودية. فاليوم قلت أطلع بحلقة لنشوف شو المستجدات الجاية على لبنان. واللي بحب يعرف شيء عن حدا او على اي بلد بتهمه في كتير بالتعليقات، ورقمي مكتوب على اليوتيوب، يعني على الفيديو باليوتيوب فين ياخذوا الرقم ويحكوا معي. حنبدا باول توقعات اللبنانيه. لبنان انا شايفه بالنسبه للاقتصاد حيكون في انهيار اقتصادي اكتر واكتر بعد. وتوقعاتك هتكون ايه للدولار بعد الارتفاع اللي شفناه؟ شايفه في ارتفاع تاني للدولار؟ حنشوف الدولار بده يقفز بقفز جنوني، حيطلع فوق 30,000 طبعا طبيعه الحال بسبب الوضع بالبلد.
انا شايف في ان حيصير في انفجار بالطيوني، الله يحمي جميع الناس. كمان بشوف اتفاق السني قواتي، كمان بشوف خضة أمنية بالجبل، وفي تصعيد كبير بسبب الانتخابات، ممكن يصير في تدخل عسكري أو تدخل ميليشياوي. كمان مثل ما سبق قلت من شهور طويلة أنه بترجع أموال المودعين بس بعدة طرق وأساليب. كمان نشوف إحراق بنوك من جديد، حنشوف حالة دموية بالشارع. كمان أنا بشوف فضيحة لسياسي كبير بالصوت والصورة، وأكيد مثل سبق وقلت إنه هذا لبنان بده يكون مدني. كمان حنشوف ضحايا جديدة بالبحر، وحنشوف حس مؤسفة بالمتن، وحيكون في من جديد حالة طوارئ على الشطوط اللبنانية، ومشهد عن الرمان حيضل يتكرر من النهاية. أنا من أكثر من سنة بحكي عن الطيوني وعن الرمان وعن بسط عن الرمان وعودة مشهد بسط عن الرمان وصارت، وبعد ما وقفت هوني حنشوف حرب شوارع عن جديد. هالحكومة ساقطة حتسقط مثل سبق وقلنا من الأساس، بعد ما طلعت كنت طلع بحلقة مع تمام قلنا بتتشكل مؤخرة بس ما بتكفي. أنا شايف في الكهرباء للأسوأ، بس ما بتجي الكهرباء مثل ما لازم الا بمساعدة ثلاث دول، بس مش حاليا اكيد. لل 2022 ليصير في عنا كهرباء مثل ما لازم بالبيوت. انا بشوف الشتاء حيكون بشكل كبير مخيف وقاسي. كمان انا بشوف ضغوطات كبيرة على لبنان لاسقاط حكومة نقاتي، وايضا بسبب الحكومة الفاشلة لكسر حزب الله. كمان انا بشوف سعد الحريري بالمخفي له ايد بموضوع تفشيل الحكومة. بالنسبة للغاز سبق وقلت بحلقات سابقة انه حيستخرجوا الغاز وحيعود للشعب، والحدود حتترسم لو صار في شوية مشاكل. انا بشوف كمان حوادث الطيران ما حتنتهي. بشوف تدخل سوري وروسي ومصري بلبنان. مصر سبق قلت انه حنشوف الجيوش المصرية بلبنان. كمان بشوف محاولة اغتيال قاضي وبيعتدوا علي، وكمان بشوف عودة الاعتداء على المحاميين. الأحداث أبدا وضع لهم بيطمين أقلها الفترة، خاصة إذا الدولار بس يطلع فوق 30,000 بدك تشوف حرب دموية بالشوارع. يعني حتى الناس اللي كانت ضد بعض كانت مالي الأحزاب أو تبع الأحزاب حتشوفهم واحد بيد وحدة ضد الجوع، يعني كلمة بدنا ناكل. هل الوضع الاغتيالات ووضع الانفجارات كمان ما عادت مطولة لتبلش بلبنان؟ في استهدافات، في استهداف للبطليرك الصفير بشتى انواع الاستهدافات. انا بشوف المظاهرات حتقوى اكتر واكتر، وحنشوف مشهد غريب على بيت سياسي كبير ومهم. هالفترة حتضل أزمة لبنان لفترة كبيرة، لأنه ما عادت مطولة الحكومة لتسقط. بطبيعة الحال إن هي معتبرة ساقطة بعد الانسحابات. أنا بشوف كمان انسحابات وزراء ونواب، بشوف خلافات كبيرة داخل المجلس النيابي. وكمان سبق وقلت إنه ميشيل عون حيبعد جبران باسيل عن عدة أمور كبيرة فيها. كمان بشوف مناصب للمسيحية لبعدين، مثل ما إنه قلنا إنه الشيخ سمير فرنجي، بعدين برجع بشوف مناصب بتاخدها المسيحية، يعني مسيحية بتاخد مراكز مهمة.
أنا بشوف في عن نسب اعتداءات كتير حتى على رجال دين، يعني إذا نطلع بالشارع اللبناني حيكون شارع دموي، شارع الثورة بكل معنى الكلمة. اللي بيقول خلصت الثورة، لا ما خلصت، بالعكس كتار من الأديان بدها تتوحد، أو من الكبائر الأحزاب بدها تتوحد. وبرجع بقول انه الحديث شايف بعد القاضي فادي بيطار مستمر، او قد ما يحاولوا يعني يوقفوا ضده او يعملوا يطلقوا دعاوي حضر مستمر. ولو اخذت وقت المحاسبة الرؤساء والنواب المسابقة، وقلنا بعدة حلقات ومن اكثر من سنة انه في ناس حنشوفهم بالجنون، في ناس حنشوفهم هربانين، في ناس كله حيتحاسب. هالامور ما حتوقف عند حد. برضو حتى قصة مع سمير جعجع حتضل ببلبل كبيرة، وفي خوف كمان على سمير جعجع. كمان لأهل الجبل أنا بقول إنه بدهم ينتبهوا كتير، لأنه في مؤامرات بدها تنحك ضدهم. وانا شايفة يعني خردة منا سهلة حتكون بالجبل ابدا ابدا ابدا. وبتمنى لبنان يصير احلى منك بكتير. ما في شيء حيدوم، اكيد حيتحسن الوضع، بس هاي الحكومة بس تروح حتيجي حكومة جديدة. حكينا عن الانتخابات النيابية انه لو تأخرت شوي او صار في مشكلة او مش عم وعدها، وسبق شيء قلته بحلقة تمام بلاغ، وحتتأخر شوي بس برضو حتنعمل، حتى لو القوة الانتخابات النيابية حتنعمل. انا بشوف كمان تخزيق صور لاشخاص بخصوا حسن نصر الله من الشوارع، بصير في معارك، بصير في مشاكل. انا بشوف انتشار الاسلحة بشكل مكثف بلبنان ككل بسبب حالات طوارئ او مشاكل، او مثل العادة ممكن بيختلفوا مع بعض المسؤولين، بتطلع على العطرة على الشعب. بس لبنان اللي يتحسن مثل ما قلنا، الكهرباء نص 2022 ل 23 24 ليكون لبنان يعني اهم شيء بالبلدان، يرجع لعزه مجدو سويسرا الشرق مثل ما بيقولوا. إسه ما نضلنا بهيك، بس حيبلش يتحسن الوضع، ما انه حيضل هيك بس مش هلق. يعني إسه يعني حتروح هاي الحكومة، حتيجي حكومة جديدة بتبلش التحسنات. إسه لو قطع العلاقات مع لبنان، بس ممكن يصير في تسهيلات من تحت لتحت، يعني مش علنا، ممكن يصير في مساعدات للشعب اللبناني بس مش علنا. انا بشوف لبعدين لبنان عنده ازدهار، عنده عمران. طبعا مش الدولة عنا هودي القدس الحرمية والصوص السياسيين عنا هني حيصالحوها، لا ابدا. انا بشوف كل كان سعودية، الامارات، روسيا، وما بدكم بلدان عرب وغرب، هني حيكونوا ايد المعين للبنان. القطارات وغير القطارات وكل شيء حيكون كله، كل شيء من لبنان، من بلاد الخارجين مش لبنان، مش من عنا الشعب السياسي اللبناني. وبالنهاية هي كانت توقعات للبنان. أشكركم عن تبعتي، وأي شخص عنده أي سؤال في يسألني انطروني بحلقة جديدة إن شاء الله بكرة. أي بلد حلو تعرفوا عنها اكتبولي، وأكيد بكرة حب أطلع بحلقة عن أي بلد كتبتولي عنها. بتشكركم كتير، وبتشكر قناة أنا وهي والنجوم، وشكرا كتير إلكم، وباي باي. شكرا ليكي ست وداد، بنتمنى الخير للبنان والبلاد العربية. زي ما سمعتم التوقعات أسوأ بكتير مما كنا نتوقع. لو عندكم أي أسئلة أو استفسار اكتبونا في كومنت، وإن شاء الله هنجاوب عليه في أقرب فرصة. عايزة أفكركم لو أول مرة بتشوفوا القناة،
ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكوا لايك وكومنت وشير للناس المهتمة بالتوقعات. ولو مش مهتمة بالتوقعات عادي جدا متفرجش على الفيديو.